الحاجة دي. ربنا يديك العافية، ربنا يحقق لك أمنياتك يا حسام إن كل شاء الله. أمان المشاهدين وكل أمان من يتابعنا. نتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء ونذهب مباشرة لنتابع المادة القادمة مع الشاعر والدكتور عماد الفضل وزميلنا العزيز ناجي فاروق. نتابع هذه المادة. جزيرة توتي المحفوفة بالخضرة وبالجمال وبالأناقة، كل هذه البشريات الصباحية والنفحات الصباحية، هي توتي تزدهي جمالا بكل هذه الإشراقات. لذا نحن سعداء أن نطيل عليكم من هذه الجزيرة الحالمة الوادعة التي ترقد تحت ضفاف الأمنيات. طبعا أمنيات كثيرة في أن لعل أبرز هذه الأمنيات أن يعود الوطن يعني مجالدا لأهله ولأصدقائه ولأحبابه، وأن تمضي أيضا هذه الجائحة وهذا الوباء العالمي. فعلا الأسر السودانية كثيرة يعني تعاملت على مستوى عالي مع هذا الوباء وكذلك مع الإرشادات الصحية. لذا نحن سعداء أن نكون مع طبيب المشاهير الدكتور الأخصائي أخصائي الباطنية المعروف والشاعر المعروف كذلك دكتور عماد الفضل. مرحبا بك عبر الشروق، صباح الخير. ومرحب بك يا أستاذ ناجي، ومرحب بكل الناس اللي بيشتغلوا في قناة الشروق. وأجمل كلمة يعني كلمة الشروق دي. نحن الآن مع شمس مشرقة في توتي وقدام كل العاصمة فنا وكل الاتجاه، ونحن نشكر إن شاء الله أجمل إيقاع ونعرف قيمته ونعرف كل الأماكن الموجودة فيه. جمال ومحبة الوطن دائما يبقى يا دكتور. بالتفاؤل دائما احنا خلينا نتكلم على انه العالم الان بدأ الخروج الى الشوارع، بدأ في مرحلة تدريجية في التعامل مع الوباء. شنو المطلوب؟ لازم نستفيد من دروس الجائحة. يعني الناس ما حترجع، ما حتكون الحياة نفس الحياة. نخد في بالنا انه ممكن في اي لحظة تجينا حاجة بنفس الشكل ده، فيروس اي حاجة، فنخد في بالنا. والحمد لله الناس تعلمت اعراض هذا المرض وتعلمت كيفية التصرف وتعلمت الحجر المنزلي والحجر الذاتي وتعلمت كيف الانسان يلاحظ هذه الاشياء. والحمد لله ربنا يعني حبانا بخيرات كثيرة في ارضنا كنا سببنا في علاج اشياء كثيرة جدا. الناس لازم تهتم، وانا اتوقع في يوم من الايام الناس تهتم بكل الخيرات الموجودة في بلدنا، ومن ضمنها نطلع أدوية وحاجات كويسة لنا ونستعملها بدون عشوائية، بفهم. ولازم الناس تعرف الحاجات دي عشان نحدد جرعات الأدوية وجرعات الأشياء دي وما نمشي بعشوائية. بلدنا دي والله يا جماعة غنية. أنا عشت في كل بلاد العالم، في أمريكا وفي أوروبا، وفي أكثر من 8 مرات في أمريكا وأكثر كم 30 مرة في أوروبا. فما أعتقد في أجمل من هذا الوطن، واجمل شيء فيه انسانه. لو نهدى شويه كده سيبنا اللامبالاه ورجعنا للسلوك للزمان يا جماعه واهتمينا. ولازم نحن نحترم كل انسان بيورينا فوق كل ذي علم عليم بيورينا حاجه. انا هسه كان في انسان علمني حاجه بشكره والله، فوق كل ذي علم عليم. طيب يا دكتور، يعني وانت مهتم بهذا المجال وقدمت الكثير طبعا من الارشادات للمواطنين، دايرين نقول شنو يعني شنو الاجراءات اللي ممكن تتبع؟ خلاص نحن لو دايرين نطلع، لو دايرين حتى في الساعات المحدده للتسوق وكذا، شنو المطلوب؟ انا اعتقد نفس الاحتياطات اللي كنا بنحتاج لها زمان او بنقولها زمان، اللي هي التباعد المكاني او الجسدي. يعني ما في داعي للزحام، وما في داعي للناس تجري، وما في داعي لهذا الهلع، وما في داعي الانسان اذا حس باعراض حتى لو هي عارف انها هي ما كورونا تبعد شوية من الناس عشان ما تصيب الآخرين وترجع بيته. لو واحد جاء، لو لقيت حتى بتاع الدكان يا جماعة اللي بيبيع عليك، لو حس بأنه هو ما طبيعي وعنده أعراض مشابهة للأعراض اللي كانت حقه براه وكده، لأنه من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طوالي يمشي يبعد والناس تبعد من بعض. ويا جماعة الناس اللي كانوا بيدخنوا يوقفوا التدخين، ويا جماعة الناس اللي كانت بتزاحم وتجري ما في لازمة للكلام ده، خلوا حياتك بسهلة وبالتدرج. ولما تنزل الجامعات يا جماعة اقعدوا بعيدين من بعض شوية، ولو في واحد عنده حاجة شاك فيها يا ما يجي أو يقعد بعيد من الناس يا جماعة عشان ما يعدي. ومهم جدا يا جماعة الكمامات، يعني في الفترة الجاية حنقول للناس الكمامة إلزامية، الكمامة حتكون إلزامية إن شاء الله بعد حتى بعد انقضاء الجائحة. بعض الناس عندهم يعني معلومات بتقول انه الكمامة ما عندها نسبة عالية في الحماية. حتى لو هي عندها نسبة عالية في حماية الآخر،
اكثر من حمايتك انت. هي الكمامه فيها نوعيات طبعا، ال N95 دي كمامه ممتازه يمكن تدي 95% من الوقايه. الكمامه المقصود بها شنو؟ حمايتك للاخرين اكثر من حمايتك لنفسك. وفي ناس بيلبسوا الكمامة بطريقة عشوائية ساكت، لكن لازم تلبسها وتخط الحديدة والسلك اللي فيها دي بطريقة كويسة. والكمامة ما ضروري تلبسها في كل دقيقة، لكن أول ما تدخل في مناطق مزدحمة يجب أنك تستعملها، ما ليك أنت بس، للآخرين، لأنك لو عطست بالكمامة ما حتصل للناس يا جماعة. يعني نعم دكتور، يعني طالما نحن نتحدث عن الكمامة الاستخدام، يعني في استخدام، في ناس بتمسك الكمامة من قدام وتاني ترجعه، في ناس بتلبس الكمامة تخطها في الجيب مسافة طويلة تاني تطلعه، يعني السلوك المتبع بالنسبة لارتداء الكمامة. انت طالما استعملت الكمامة دي كوسيلة وغاية ليك وللآخرين، يجب ان تهتم بنظافتها وبطريقة التعامل بها، ما كل دقيقة تفتحها او تغيرها او تنزلها وبدون ما تكون هنا. يعني انت حتى لو مسكتها طبقها بصورة كويسة، حتى لو تستعمل جوانتي او مناديل ورقيه عشان انت تحافظ على الكمامه دي. ما ممكن كل يوم تلبس الكمامه، يعني تشتريها وتجدع دي اذا ما عندك امكانيات ماديه كويسه تقدر تعمل حاجه. فانت حافظ على هذه الكمامه وتحافظ على النظافه. بعدين لازم تعرفوا كل العيب، هسه كورونا دي ما كانت وصمه اجتماعيه، كانت عيب. حكايه الناس يعني شايفاه عيب ما قدرت تصح عنه، ده خطا كبير جدا. يا جماعه ليه ما نتعايش في الدنيا دي بصورة كويسة ونكون صادقين مع نفسنا عشان نحمي نفسنا ونحمي الآخرين؟ لأنك والله العظيم لما تحمي إنسان حتحمي وطن. وعندنا دكاترة والله ماتوا زبلانا، ماتوا بنفس الجائحة دي، ما أقدر أقول أسمائهم. يعني ليه هدول ليه يموتوا؟ ليه؟ ما لأنه نحن يجيك مريض ما بقول لك هو عنده شنو لحد ما يصلك، حتى أن تكتشف فجأة أنه عنده كورونا ويصيبك وأنت تموت وأنت الطبيب اللي بتعالج. يا جماعة الكلام ده خطأ كبير، لازم الناس تفصح على هذا الشيء، ولازم تكون ان شاء الله نهتم بالمراكز الصحيه كلنا عشان تكون فيها مناطق نحن نعمل فلتريشن، يعني نقدر نصفي الحالات اللي بتمشي المستشفى وين، والحاجات اللي بتمشي مراكز العزل وين، والحاجات اللي بتمشي لعلاج فيروسات وين. وبعدين مهم جدا النفايات الطبيه دي، حرق النفايات الطبيه ما تخرج، لازم عندها طريقه معينه لحرق النفايات الطبيه، يعني متعلقات المرضى الماتوا، متعلقات المرضى الماما، كلهم ديل. وبالمناسبه المريض يعني بعد 11 يوم لو شفي بعد 10 يوم بيبقى ما معدي. شكرا جزيلا دكتور، سعدنا بك والله عبر هذه المحطه، كثر خيرك. ان شاء الله نلتقيك مرات ومرات عبر الشروق ان شاء الله في سهرات متعدده متنوعه عشان ما نتطرق لكل هذا الابداع. كثر خيرك، بارك جزيلاً. الله فيك، شكرا لكم. اذا ايها المشاهدون الكرام، كانت هذه هي محطتنا مع دكتورنا الجميل الطبيب الاخصائي المعروف والشاعر المعروف وصاحب الابداع الكبير في المكتبه السودانيه الغنائيه دكتور عماد الفضل. بنحييه وكمان بنحيي كل لنا في هذا الصباح في توتي الجميلة، وكل الذين الآن يشرقون عبر هذه الإشراقات الجميلة من خلال هذه المنافس التي يعني سعدنا أن نكون من خلالها معكم. حتى جديد الملتقى، أعود الآن إلى الزملاء داخل الاستوديو في أمان الله. شكرا للزميل الشفيف ناجي فاروق، شكرا على هذا الجمال من جزيرة توتي، هذه الجزيرة البهية تطلع لأنه بحاوط النيل العظيم، جمال صباحي وطبيعي طبعا. ملهمة للشعراء والكتاب، عشان كده نشوف فيها عدد كبير جدا من المبدعين، من الشعراء الأفذاذ، حتى من الزملاء المذيعين الإعلاميين بصورة عامة. بنحييهم كلهم والله، كل هنا في توتي، صب عليكم، بنقول لكم صباح الخير، وربنا يسعدكم إن شاء الله دائما في أتم الصحة والعافية. نعم.